السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، اهلا بيكم مرة تانية ومعادنا النهاردة مع الدرس الثالث في الوحدة السابعة واللي كان عنوانها This is where I live. This is where I live. النهاردة ان شاء الله هناخد الجزء بتاع الكلمات وكمان في جرامر معانا وهو The past simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط، هنشرحه ان شاء الله ونعرف اهم الحاجات اللي انا لازم الاحظها فيه ان شاء الله. كتاب المعاصر نزل، يبقى الدرس الثالث بتاعنا النهارده ان شاء الله هنشرحه من كتاب المعاصر، وتماريننا في الواجب ان شاء الله هكون من المعاصر. فلو معاك الكتاب هتتابعنا منه، ولو ما معكش كتاب انا كده كده هنزل الملف بتاع الواجب على رابط التليجرام اللي هتلاقيه موجود عندك تحت ان شاء الله، فتحله وتشوف يا ترى الاجابات اللي انت هتحلها فهمت من خلالها الدرس ولا ما فهمتوش. تعالى يلا هنبدا بنطق الكلمات، وطبعا لان في ناس قالت ان احنا عايزين نطق الكلمات كلها، يعني احنا عايزين نطق كلمات الدرس بالكامل، فان شاء الله شكل ما قلنا ان هيبقى نطق الكلمات من كتاب المعاصر، يعني كلمات الدرس ان شاء الله اللي هنطقها دلوقتي هتلاقيها في كتاب المعاصر. تابع معايا وركز ازاي بنطق الكلمات. اول كلمه معانا حبايبي هي كلمه فضولي، محب الاستطلاع، اللي هي curious. curious يبقى اليو هنا بتنطق فول يو، كيو curious curious. تاني كلمه street. street وكلمه street بمعنى شارع، وخلي بالك من الاس تي مع الار stra stra street street. رابع كلمه معانا وهي كلمه visitors. visitors visitors طبعا كلمة visitors بمعنى زوار. تاني visitors. خامس كلمة معانا وهي كلمة grandpa. grandpa وهنا حبايبي لما اجي انطق grandpa بخفي حرف الدي، يعني الدي هنا مش هنطقه، فهقول grandpa وخلي بالك من الجي ار ساوند gra gra. grandpa grandpa يعني ما اقولش grandpa no it's a grandpa grandpa. تعال نشوف يلا الاكسترا فوكابلري اللي هو مديها لي الكلمات الاضافيه. اول كلمه طبعا كلمه متحمس واخدينها قبل كده excited excited. الكلمه الثانيه وهي هادئ يعني quiet quiet quiet. كلمه يمين يعني right right right، وانا قلت لما ابدا الكلمه بحرف الار اضم شفايفي right right. اللي بعدها كلمه يسار يعني left left left. اللي بعدها كلمه عشب يعني grass grass، وانا قلت الجي مع الار اضم شفايفي وانا بقول gra gra grass grass. الكلمه اللي بعدها كلمه truck truck، ولاحظ التي مع الار ساوند tra tra truck truck. الكلمه اللي بعدها طبعا كلمه colossi 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 of memnon colossi of memnon colossi of memnon. وده تمثال موجود في الدير البحري. عندنا الكلمه اللي بعدها كلمه رود رود، ودي معناها طريق. سبيس سبيس، ودي معناها مساحه او فضاء او فراغ. سبيس سبيس. الكلمه اللي بعدها كلمه ميتال بوكس. ميتال بوكس يعني صندوق من المعدن. ميتال بوكس. الكلمه اللي بعدها كلمه ديجينج ديجينج ديجينج. كلمه ديج يا حبايبي يعني يحفر، ديجينج اللي هي عمليه الحفر نفسها. ميموري ميموري، كلنا عارفين الميموري بتاع التليفون اللي هي الذاكره. ميموري يعني ذاكره. تعال نشوف يلا الكونجيجيشن اوف فيربز، طبعا تصريفات الافعال. احنا قلنا يا حبايبي قبل كده خدنا زمن الماضي او فكره عن زمن الماضي، قلنا ان في افعال عاديه وافعال شاذه. هنا مديني الريجولر العاديه ومديني الريجولر اللي هي الشاذه. تعال نشوف اول الريجولر اللي هي الافعال المنتظمه. عندنا كلمه كروس كروست كروس كروست. لاحظ ان نطقت الاي دي هنا تي لانها جاء بعد السه ساوند كروست كروست. تاني كلمه wonder wonder بمعنى يتساءل، الماضي بتاعها wondered wondered. اللي بعدها pull 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 تك على البي pull pull يعني يسحب، الماضي بتاعها pulled pulled. الكلمه اللي بعدها كلمه يدفن يعني bury bury bury، الماضي بتاعها buried buried buried. اللي بعدها كلمه walk walk، والماضي بتاعها walked walked. ولاحظ برضو بعد الكه ساوند الاي دي بتنطق تا walked walked. الكلمه اللي بعدها كلمه start start، والماضي بتاعها started started. شكل ما قلنا حبايبي ان في حرفين اتنين الاي دي فيهم بتنطق اد، في حرفين اتنين وراهم الاي دي بتنطق اد، حرف التي
وحرف دي، فعشان كده هقول started started. تعال نشوف الريجولر فيربز بتاعتي الافعال الشاذة. طبعا is و are الماضي بتاعهم was and were، يعني الماضي من verb to be هو was and were. عندنا have و has الماضي بتاعها had. عندنا sit يعني يجلس الماضي بتاعها sat sit sat sit sat. عندنا كلمة feel feel felt felt felt. عندنا كلمة find find الماضي بتاعها found found. اللي بعدها كلمة know الكي هنا silent حبايبي، تاني حرف الكي silent. know know والماضي بتاعها new 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 or new 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 new. طيب اللي بعدها كلمة buy buy طبعا معناها اشتري، والماضي بتاعها bought 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 بمعنى اشترى. تعال نشوف مع بعض الاكسبريشنز اللي هو مديها لي، يعني بعض التعبيرات كده. اول تعبير هو grow up. grow up معنى ينمو ويكبر. lots of visitors lots of of، خلي بالك ان الاو اف هنا بتنطق of of، يعني الاف هنا بتنطق في. lots of visitors يعني كثير من السياح، يعني كثير من الزوار. عندنا from all around the world. from all around the world يعني من كل انحاء العالم. from all around the world يعني من كل انحاء العالم. look at the ground look at the ground يعني انظر الى الارض. عندنا walk to يعني يمشي الى او يسير الى. pull out pull out pull out يعني يسحب للخارج. عندنا كلمة sit down sit down طبعا معناها يجلس. inside the box inside the box يعني بداخل الصندوق. had a big smile on his face had a big smile on his face يعني لديه ابتسامة عريضة على وجهه وابتسامة كبيرة على وجهه. تاني have a big smile on his face. حبايبي ده كان بالنسبة لنطق كلمات الدرس، لازم اسمعها تاني كويس جدا واحفظ الكلمات دي قبل ما اخش على الموضوع بتاع الدرس. لكن تعال بقى حبايبي نشوف موضوع الجرامر معانا النهاردة، وهو الباست سيمبل تنس. هو يعتبر بيراجعهولي، لكن تعال نشوف كده اهم الحاجات اللي موجودة فيه. حبايبي احنا قلنا قبل كده كلمة زمن يعني فعل، يعني لما اجي اقول لك الجملة دي في زمن ايه يعني فعلها شكله عامل ازاي. عشان كده حبايبي لما نيجي نتكلم عن الباست سيمبل تنس او نتكلم عن اي زمن، اول حاجة بتكلم فيها هو التكوين. التكوين يعني الزمن ده بيتكون من ايه؟ يعني ايه؟ يعني الفعل بتاعه حبايبي شكله عامل ازاي؟ لما اقول لك الزمن بيتكون من ايه؟ يعني الفعل بتاعه شكله عامل ازاي؟ طبعا زمن الماضي البسيط حبايبي بيتكون من التصريف الثاني للفعل. يعني second form of the verb. تاني الباست form of the verb. يعني التصريف الثاني للفعل. قال لي حبايبي ان التصريف الثاني ده شكل ما شفنا ولسه قاريين حالا، ان التصريف الثاني ممكن يكون regular يعني منتظم يعني عادي، او irregular يعني غير منتظم، او بنقول عليه شاذ. تاني او بنقول عليه شاذ. يبقى التصريف الثاني للفعل هو اللي عرفني ان في فعل عادي وفي فعل شاذ. العادي اللي هتلاقيني حبايبي مزود له في الماضي دي اور اي دي اور اي اي دي، والشاذ اللي هتلاقي شكله متغير عن الفعل بس ما زودتلوش ولا دي ولا اي دي ولا اي اي دي. تعال نشوف على سبيل المثال. اول كلمه مثلا كلمه ليف. ليف يعني يعيش. لما اجي اجيب الماضي بتاعها هيبقى ليفد، يعني هزود لها دي فقط. بقول لي انت زودت لها دي ليه؟ هقول له لاني بينتهي بايه. طالما الفعل بينتهي بايه حبايبي بزود له دي بس. يبقى انا لايك هتبقى لايكت. ولاحظ انا قلت لايكت، خلي بالك بعد الكه ساوند الاي دي ت، فعشان كده قلت لايكت. خلاص يبقى لايك لايكت. واش واشت، هنا بقى الفعل ما بينتهيش بايه فهزود له اي دي. واش واشت واش واشت واش واشت. بلاي بلايد بلاي بلايد برضو زودت اي دي. طب تعال نشوف كلمه كراي. cry يعني يبكي. الماضي بتاعها cried cried يعني بكى. ايه ده يا مستر؟ في يا حبيبي؟ هتقول لي لا طب ما هنا واي هي وحضرتك زودت اي دي. طب ما هنا واي بس حضرتك قلبت الواي لاي اي دي. اشمعنى؟ هقول لك حبايبي ده بيعتمد على الحرف اللي قبل الواي. لو لقيت الحرف اللي قبل الواي متحرك
يعني ايه متحرك؟ A-E-I-O-U. These are the vowels. دي الحروف المتحركة. لو لقيت الواي قبله حرف من دول ما بقلبش الواي، اسيبه شكل ما هو، زود ايدي. اما لو لقيت قبله اي حرف ساكن، هنا لازم اقلب الواي بتاعتي لاي وبعدين ازود الايدي. شكل study يعني يدرس او يذاكر، بقت studied. studied برضو هنا قلبت الواي لان قبلها دي والدي حرف ساكن، يبقى studied. طيب drop يعني يسقط، الماضي بتاعها dropped. لاحظت حاجة؟ ايوه مستر لاحظت. ايه؟ قال لي هو ضعف البي. ليه؟ قال لي لان البي ساكن وقبل الاو one vowel متحرك واحد، يبقى اذا انتهى الفعل بحرف ساكن وقبله متحرك واحد بضاعف على طول الحرف الاخير، فتبقى drop dropped، stop stopped. وبرضو عايز انبه ان بعد الب ساوند الصوت الاي دي ت، فتبقى drop dropped، stop stopped، stopped stopped، مش stopped ولا stupid، stop stopped. بس حبايبي سواء زودت دي اور اي دي اور اي دي او ضعفت وحطيت الاي دي، كل بقول عليه regular verb يعني فعل منتظم. اما حبايبي بقى الفعل الغير منتظم هو الفعل اللي تلاقي شكله يتغير او بيخليه شكل ما هو في الماضي. يعني انا عندي مثلا كلمه go الماضي بتاعها went، خلاص اتغير، لازم احفظه. اي شاذ حبايبي بيتحفظ، مفيش حاجه اسمها، لان ملوش قاعده، فلازم احفظه. عندنا كلمه buy bought see so read read، خلي بالك هو السبيلنج واحد بس النطق مختلف. read 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 and cut 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 send 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 يعني يرسل، sent أرسل. طبعا عندنا am is الماضي بتاعهم was، or الماضي بتاعها were، and do الماضي بتاعها did. كل ده حبيبي بقول عليه regular verbs يعني افعال غير منتظمه او افعال شاذه. لما يقول لي ليه، هقول له لان طبعا هنا ولا ضفلها دي ولا اي دي ولا اي اي دي، غير شكلها في زمن الماضي او خلاها شكل ما هو. تعال بقى نشوف مثال بسيط كده. لما يجي يقول لي I washed the car، وقلت لك حبيبي الجمله دي في زمن ايه، اول ما اقول لك الجمله دي في زمن ايه على طول بروح للفعل، لان الفعل هو اللي بيعرفني زمن الجمله. فلما اروح الاقي كلمه washed ادي الفعل، ماله؟ هتقول لي يا مستر هو مزود له ايدي، هتقول لي خلاص يبقى الكلام ده in the past في الماضي، يبقى الجمله دي في الماضي. ما اقولش انا اغسل، امال اقول ايه؟ انا غسلت السياره. تاني انا غسلت السياره. المثال التاني he saw a film. he saw a film يعني هو شاف فيلم. he saw a film يعني هو شاف فيلم. طب انا عارف ان كلمه your يعني see، بس انا لقيته saw. هتقولي يبقى الجمله كده في زمن الماضي. لما اسالك هو ده regular يعني منتظم ولا irregular غير منتظم، تقولي لا فعل ده irregular يعني غير منتظم. ليه يا حبايبي؟ هتقولي لانه ما زودلوش ولا دي ولا اي دي. الجمله دي في زمن ايه؟ خلاص هو في زمن الباست سمبل يعني الماضي البسيط. يبقى دلوقتي انا عرفت تكوين زمن الماضي وعرفت يعني ايه فعل منتظم وفعل غير منتظم. تعال نشوف حبايبي بقى امتى اجيب الفعل في زمن الماضي. انا بجيب الفعل في زمن الماضي سواء كان regular او irregular لما اكون بتكلم عن actions يعني احداث that happened in the past يعني حصلت في الماضي. تاني something that happened in the past حاجة حصلت في الماضي وانتهت. طيب يعني ازاي بعرف ان الكلام ده حصل في الماضي؟ قال لي بلاقي كلمات شكل دي yesterday. yesterday حبيبي معناها امس، امبارح يعني. كلمة last و last معناها الماضي، يعني لما اقول last week يبقى الأسبوع الماضي، لما أقول last month يبقى الشهر الماضي، لما أقول last year يبقى السنة الماضية. أو كلمة شكل كلمة ago، وago دي حبيبي معناها منذ. تاني ago دي معناها منذ، ودايما بتيجي في الآخر بعد المدة الزمنية. يعني مثلا لو أنا عايز أقول منذ يومين أقولها إزاي؟ قالك هقول two days ago. two days ago. طب لو عايز اقول من 3 سنين مثلا هقول 3 years ago. 3 years ago يعني من 3 سنين. يبقى هنا حبايبي المده بتيجي قبل كلمه ago، يعني مش شكل العرب اقول منذ وبعدين اقول السنه، لا. يعني ما ينفعش اقول ago 2 years او ago 2 days، لا اقول 2 days ago. تعال نشوف بقى مثال ازاي بختار لما يجيب لي كلمه من دول في الجمله. يعني لما يجي يقول لي I go
or went to the park yesterday. I went to the park or I go to the park yesterday. انت لما تقرأ الجملة اللي آخر حبص تلاقي هناك كلمة yesterday. yesterday دي معناها أمس. خلاص أول ما شفت yesterday يبقى عرفت ان الكلام ده في زمن ها الماضي. برافو عليكم. طيب يا ترى go ولا went اللي ماضي؟ هتقولي لا يا مستر انا حافظها. went اللي معناها ذهب، يبقى الاختياري كده بشكل صحيح. I went to the park yesterday يعني انا ذهبت الى الحديقة امس. لما اقول لك when ده regular ولا irregular هتقولي لا irregular يعني فعل غير منتظم. تعال على الجملة الثانية. she visit يزور visited Alex اسكندرية يعني last week الاسبوع الماضي. لو سألتك الجملة دي في زمن ايه؟ اه يا مصر خلاص انا عرفت الجملة دي في زمن الماضي عشان في كلمة last week. طيب يبقى اخد visit or visited؟ هتقول لي لا هاخد visited. طب لو سألتك regular منتظم ولا irregular؟ هتقول لي لا منتظم. ليه؟ هتقول لي لانه مزود له ed. فاذا هقول she visited Alex last week يعني هي زارت الاسكندرية بالامس. طيب تعال نشوف بقى بعد كده حبايبي how to change into negative يعني ازاي بحول الجملة في زمن الماضي البسيط للنفي، يعني ازاي اقول انا ما عملتش حاجة في زمن الماضي. تاني كل الكلام اللي فات ده انا عملت فعلت. طب عايز اقول بقى انا ما عملتش حاجة في زمن الماضي. قال لي لما اجي اقول انا ما عملتش حاجة في زمن الماضي بحط قبل الفعل بتاعي كلمة didn't. تاني حبايبي بحط قبل الفعل بتاعي كلمة didn't وبعدين قال لي الفعل بتاعي اللي بيجي وراه لازم ارجعه لمصدره الانفينيتيف بتاعه المصدر. ايه ده؟ يعني didn't لما تيجي ما يبقاش الفعل ماضي؟ لا didn't شكل الوحش، اول ما تيجي كله يخاف ويرجع لاصله. تاني didn't شكل الوحش او did شكل الوحش بالظبط، اول ما يجي اي فعل معاها لازم يرجع لاصله، لازم يرجع لمصدره. يعني لو كان في ايدي اشيل الاي دي، لو في دي اشيل الدي، لو في اي اي دي اشيلها وارجعه لاصله تاني، ولو كان شاذ ارجعه لاصله. تعال نشوف مثال على الكلام ده. لما اقول احمد بلاي التنس يعني احمد لعب تنس، الكلام ده في زمن ايه؟ هتقول لي ايوه يا مصر خلاص انا عرفت في زمن الماضي. لو سالتك ليه هتقول لي بلايد فيها اي دي، يعني الفعل ده منتظم؟ ايوه فعل منتظم. طب تعال نشوف احمد بلاي التنس، قلت لك انا عايز بقى اقول احمد ما لعبش تنس، قال لي اعمل ايه؟ قال لي هبدا باحمد عادي خالص اهو حبيبي احمد، وبعدين قال لي هجيب didn't قبل ما اجيب الفعل، يبقى اقول احمد didn't، وبعدين قال لي ما ينفعش اقول بقى played يبقى لازم اقول play بس، يبقى احمد didn't play، وبعدين اجيب كلمة tennis يبقى احمد didn't play tennis يعني احمد ما لعبش tennis. تاني احمد didn't play tennis احمد ما لعبش tennis. يبقى انا عايزك تلاحظ حاجة، لما حطيت didn't قبل الفعل لازم الفعل يرجع لمصدره، مش ممكن ابدا يبقى ماضي. طب تعال نشوف المثال التاني، بيقول لي سارة سوى فيلم، سارة شافت فيلم. تاني سارة سو فيلم، سارة شافت فيلم، قلت لك تعال نقول سارة ما شافتش فيلم، يعني تعال ننفي الجملة دي. قال لي هبدأ بسارة عادي خالصة سارة، ها اجيب ايه؟ didn't. برافو عليكم، يبقى سارة didn't. طب ينفع اقول سو؟ هتقول لي لا يا مستر انت قلت لي برجعه لاصله، فالمفروض تبقى ايه؟ ها سي. برافو عليكم، يبقى سارة didn't see فيلم يعني سارة ما شافتش الفيلم. يبقى لما جبت didn't رجعت الفعل لاصله سواء كان عادي او شاذ. طب تعالى بقى نشوف حاجة كده لازم خلي بالي منها، هل كل الافعال اللي في الماضي بنفيها بكلمة didn't؟ يعني اي جملة في الماضي بنفيها بdidn't؟ قال لي ايوه بس ما عدا حاجة واحدة، قال لي لو لكان الفعل بتاعي was او were. تاني لو كان الفعل بتاعي was اللي معناها كان او were اللي معناها كانوا، قال لي الفعلين دول لو هما اللي جايين قال لي اوعى تنفيهم بdidn't. امال لا هحط نوت وراهم يعني ورا was او were، يعني was تبقى wasn't were تبقى weren't، ودول الفعلين اللي في الماضي ما ينفعش اجيب قبلهم didn't او wasn't او weren't. يعني الجملة دي بيقول لي I was at home، I was at home يعني انا كنت في البيت. عايز بقى اقول انا ما كنتش في البيت فهتبقى بالمنظر I wasn't at home. يبقى لاحظ كل اللي انا عملته نفيت was wasn't، ولو برضو كان في where
كنت هخليها weren't. يبقى الاثنين دول ما حطش قبلهم didn't and فيهم نفسهم. was تبقى wasn't, were تبقى weren't. طب يا ترى بقى هتيجي في الاختيارات ازاي؟ قال لي بيجي يقول لي كده I didn't swim or swam in the sea. هنا الجملة دي منفية. جميل. طب طالما منفية هو نفى بdidn't. طيب اجيب بقى swam؟ هقول له لا طبعا. ليه بقى مش هجيب swam؟ هقول له لان لما اجيب didn't لازم الفعل يرجع لمصدره، فعشان كده لازم اقول I didn't swim in the sea. I didn't swim in the sea. يبقى تاني يا حبايبي في النفي بنفي بdidn't وبرجع الفعل الاصلي. تعال بقى حبيبي نشوف الكويستشن في السؤال. قال لي السؤال يا اما بيبدا بديت في الماضي يا اما بيبدا باداه استفهام وبرده بلاقي وراها ديد. تاني لو السؤال بدا بديد اللي هيجي وراه فاعل يعني اسم او ضمير وبعد كده بيجي مصدر. ايه ده مصدر ليه بقى مش ماضي؟ هتقول لي ايوه انت لسه بتقول لي ان لما ديد او ديدنت تيجي بتقول لي كله ارجع لاصلك خلاص. فديدنت هنا ديد لما تيجي هيجي وراها مصدر مش هينفع يجي وراها ماضي ابدا. تعال نشوف مثال. بيقول لي did you wash the car? Did you wash the car? يعني ايه بقى السؤال ده؟ هتقول لي يا مستر طالما جاب ديت في الاول يبقى اقول عليها هل. Did you wash the car? هل انت غسلت السياره؟ تاني did you wash the car يعني هل انت غسلت السياره؟ وديد لما تيجي في الاول يبقى لازم اجاوب بيس هنا. طب هنا امتى اجاوب بيس لو كانت صحيحه وامتى اجاوب بنو لو كانت خاطئه؟ والله لو هي لو انت فعلا غسلت السياره يبقى اذا هقول يس كما واطلع ابدل يو بتتحول لاي وبعدين اجيب وراها ديت يبقى يس اي ديت. يس اي ديت. طب اقدر انا ما غسلتش السياره؟ لو ما غسلتش السياره هقول نو اي ديدنت. ثاني نو اي ديدنت. بعد عايزك تلاحظ ان نو جه معاها دايما ديدنت ما جاش معاها ديد بس فقلت نو I didn't. تعال نشوف المثال التاني. بيقول لي did he read a book? Did he read a book? يعني هل هو قرأ الكتاب؟ طيب did هنا تاني معنى يا حبايبي هل. يبقى هل هو قرأ الكتاب؟ لو قرأ الكتاب حبايبي هقول ايه؟ هقول yes. برافو عليك واطلع بدل يبقى yes he did. طب ما قرأش الكتاب هقول no he didn't. تاني حبايبي no he didn't. بلاحظ مع no دايما بجيب didn't ما ينفعش اجيب did. يبقى حبايبي did لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل وبجاوب دايما عليها yes or no. طب يا مستر في الاختيارات قال لي في الاختيارات بيقول لي كده did she play or play tennis؟ يعني هي لعبت تنس؟ فالناس بتقول لعبت يبقى ماضي فاجيب played. هقول لك لا اوعى تنسى طالما ديد موجوده كل يرجع لاصله يبقى ديد شي ها بلاي. يبقى ديد شي بلاي تنس. ديد شي بلاي تنس يعني هل هي لعبت تنس. اوعى تجيب مع ديد ماضي ديد دايما برجع معاها الفعل لاصله. تاني نوع من الاسئله حبايبي هو السؤال اللي بيبدا بكويستشن وورد اللي هي اداه استفهام. فبلاقي برضو ولا اداه الاستفهام ديد وبعدين الفاعل وبعدين مصدر الفعل. برضو ما ينفعش اجيب فعل ماضي في السؤال. يعني مثال قولي what did you do yesterday? What did you do yesterday? ادي اداة الاستفهام ادي الفعل المساعد وادي الفاعل وادي الفعل الاساسي يعني ماذا فعلت امس. طب لما اجي اجاوب اجاوب ازاي يا مستر؟ قال لي بشيل what واشيل did واجيب الفعل بتاعي يو احولها لاي فاقول اي واجيب الحاجه اللي انا عملتها بقى في زمن الماضي. طب ليه في زمن الماضي؟ ما انا خلاص شلت did فيجي الفعل ماضي. فهقول مثلا لو انا لعبت كوره اقول I played football. I played football يعني انا لعبت كره القدم. يبقى انا كده جاوبت على السؤال. تعال نشوف السؤال الثاني. بيقول لي where did you go last week? Where did you go last week? لاحظ حبايبي ادي where ادي did ادي الفعل. هنا بقى مين يا حبايبي؟ go. اوعى تقول went ليه يا مصر؟ عشان فيه did. Where did you go last week? يعني انت رحت فين الاسبوع اللي فات؟ طبعا هنا بجيب المكان بقى اللي انا رحته بس اجاوب اجابه long ازاي طويله؟ شيل where وشيل did وهي بتتحول ها لاي فاقول اي. طيب المفروض انا شلت did جميل يبقى go تبقى برافو عليك went. So I went to the zoo.
يعني انا ذهبت الى حديقة الحيوان. وبكده حبايبي يبقى انا قدرت الم زمن الماضي البسيط كله، سواء جملة مثبتة او جملة منفية او سؤال. تعال بقى مع بعض نشوف يلا موضوع الريدينج موجود في الكتاب في الدرس الثالث. طبعا في صفحة 35 هتلاقيه مديك مجموعة من البيكتشرز، يعني مجموعة من الصور المفروض ان انت هتكتب تحت كل صورة اسمها. طبعا موضوع الدرس بتاعي بيقول Grandpa and his books of memories، يعني جدي وصندوق الذكريات بتاعته. تعالى كده نشوف بيتكلم عن ايه. بيقول look، look يعني انظر. This was my street. يبقى جدي هيحكي عن الذكريات بتاعته. This was، يبقى كده فعل غير منتظم، ده كده الشارع بتاعي. This was my street. Grandpa was very excited. طبعا جدي كان مصار. We were in the village. قلت village حبيبي بمعنى القرية. We were in the village where he grew up. يبقى grew up ده فعل في زمن الماضي وده فعل شاذ. Grew up. It's near the Colossi of Memnon. It's near the Colossi of Memnon. وقلنا ان التمثال ده تمثال الممنون ده موجود في الدير البحري. It was very quiet when I lived here. طبعا said grandpa. Grandpa بيقول ده الدنيا كانت هادية خالص لما انا عشت هنا. Now there are lots of visitors from all around the world. بيقول ان دلوقتي في زوار من جميع انحاء العالم. That's where my friend lived. ده المكان اللي عاش فيه صديقي. We played football on this street. يعني احنا لعبنا كورة في الشارع ده. وخلي بالك لما جيت اقول في الشارع ده قلت on، ما قلتش in this street. There were no cars then. يعني ما كانش فيه عربيات في الوقت ده. Grandpa looked right and left. بقول ان جدي بص كده يمين وشمال. And he crossed the road. وعبر الشارع. The road had lots of trucks and cars. طبعا الطريق كان فيه عربيات كتير وكمان كان فيه شاحنات كتير. And this he said is where I lived. يعني ده المكان اللي انا كنت عايش فيه. We looked at the space. بصينا للمكان الفاضي كده. There was no house. ما كانش فيه بيت. There was only grass and one big tree. ما كانش فيها الا عشب وشجرة كبيرة. I wonder it was so many years ago. فقلت له ياه ده كان من سنين كتير قوي. Grandpa looked at the tree. بص للشجرة. Grandpa walked to the tree. ومشي عند الشجرة. He looked at the ground. وبص على الأرض. Then he started digging. وبدأ يا حبيبي يحفر. He pulled out an old metal box. وراح جاي مطلع ايه؟ مطلع صندوق قديم معدني. He had a big smile on his face. طبعا كان عنده ابتسامة كبيرة. ابتسم يعني ابتسامة كبيرة كده على وجهه. Look he said. وبص كده وقال له انظر. He was very excited. We were 8 years old when we buried this. قال له تخيل احنا كان عندنا 8 سنين يا حبيبي لما دفننا الصندوق ده. Let's sit down and look inside the books. يلا نقعد وننظر داخل الصندوق. Yes please I said I'm very curious. يعني انا نفسي اشوف ايه اللي موجود في الصندوق. طبعا حبايبي في صفحة 39 هتلاقي تمارين على الماضي البسيط اللي احنا شرحناه. هتحلها وتبعت لي الحل على مجموعة التليجرام عشان نشوف صح ولا غلط. كمان هتلاقي في صفحة 40 دي التمرينات، وصفحة 41 دي برضو تمرينات، وصفحة 42 اخر التمرينات اللي على الدرس الثالث. طبعا حبايبي هتحل لي الواجب اللي احنا قلنا عليه ده في كتاب المعاصر. لو معاك الكتاب هتحل وتبعت لي الاجابات، اما لو ما معكش الكتاب فانا ابعت لك ان شاء الله الواجب ده في ملف هتلاقيه تحت في صندوق الوصف، هتحمله وتحله وتبعته لنا برضو ان شاء الله ونصحح ونشوف هل انت فهمت الدرس ولا ما فهمتش. اتمنى يا حبايبي انكم تكونوا استمتعتوا بدرس النهارده. استنونا ان شاء الله في الحلقه الجايه مع Lesson 4. Goodbye. السلام عليكم.